بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد بانه النقاش اللي طرحه الدخول المدرسي ديال هذه السنه تحت تاثير هذا الكوفيد 19، اعتقد انه من حق الاباء اولا انهم يتخوفوا على الابناء ديالهم، ولكن من جهه اخرى على انه الضروره تستدعي على ان الحضور ضروري ومؤكد داخل القسم، لانه لا اعتقد انه التكوين الدراسي سواء غيكون عن بعد، واش الامكانيات متوفره ولا لا، واش الجو النفسي طمأنينة داخل البيت واش هو متوفر، وحنا كنعرفوا على ان الضغط في الوقت الحالي ديال المتطلبات ديال الحاجيات السوق لا تسمح للاباء بتتبع الابناء ديالهم عن قرب. ولهذا انا من وجهه نظر ديالي كأب وكمواطن اعتقد انه الحضور داخل القسم ضروري، الا انه يجب على المؤسسه او على الدوله ان تتخذ كل الاجراءات لضمان سلامة الأطفال وصحة الأسر ديالهم حتى نضع حدا لهذا الوباء. الله يرفع علينا هذا الوباء. يمكن أن تكون كلنا مسألة ماشي قرار، مسألة يعني كقرار نهائي، لأن يعني السي أمزازي براسه مرة كيقول كذا مرة كيقول كذا، ما عندناش اللي هو قرار. ملي غنشوفوا القرار المواطن ديك الساعه، نشوف القرار اللي هو حقيقي اللي هو كيناسبه، اللي هو كيناسب الابناء ديالو، هذيك الساعه يتاخذوا. الا كان ما عندوش قرار دابا باش يقول بان المساله غتكون غتكون حضوريه او غتكون غتكون غير ذلك، ما يمكنش تاخذ قرار. باقي الصوره ما واضحاش. حنا عندنا الان سميتو النسب كترتفع من ناحيه ديال المصابين كترتفع، واش غاد الشيء هذا غيتزاد او غادي ينقص؟ الله اعلم. ما عندناش قرار، المساله ما فيهاش قرار. اليوم شنو القرار غدا غيضر المدرسه؟ شنو درتي؟ وراه هذا هو العجيب، هذا هو الغريب، لان انت كتشوف راسك انت الان نورمالمون البدايه ديال الدخول المدرسي غتكون لو 7، والانسان المواطن الان ما عندوش قرار لان الصوره ما واضحاش. كيفاش غتاخذ انت قرار عندك الصوره ما واضحاش؟ واش ندير لولدي واش ندير لولدي حضوري ولا غيابي؟ ما يمكنش تاخذ قرار، باقي الصوره ما واضحاش. هذا الشيء حاير مع راسك. انا كنهضر على راسي، انا حاير طبعا الحال، حاير خايف على وليداتك الحضوري. العالم كله خايف على ولادو، راه ولادك هادو راه كبتك هادي، واش حضور ولا غير؟ ما كاينش قرار. اليوم كتسمع في الاخبار راي، غدا كتسمع راي مخالف، اذا فين هو القرار؟ ما كاينش الصوره ما واضحاش. انا في نظريتي الحضور زعما مهم، بحكم تبعت خوتي عندي وليداتهم الصغار وديك الشيء، كنبان لي داك الشيء ما عنده حتى علاقه بالحضور ديال القسم. زعما كلهم، انا عندي خوتي تبارك الله كلهم وليداتهم كيقراو، عندي الحره وعندي الحكوميه، كلهم وليداتهم غيلتحقوا بالمدارس، اختاروا الحضور ديال وليداتهم يكون ان شاء الله. والاحصاءات اليوميه ديال كورونا؟ الاحصاءات اليوميه خطيره، زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، كنتمناو ان شاء الله ربي يهز عنا هذا الوباء. ولكن واش يقولوا داك الشيء من وزاره الصحه؟ واش كيقول لنا من وزاره الداخليه؟ ما بقيناش عرفنا شنو كاين. واليوم عطاونا نزلوا لنا واحد الخبر كيقولوا بان ما غيبقاش داك البث المباشر ديال داك السيد اللي كيجي يقول لنا على اسمو، قال لك ما بقاش غادي يقول لنا حتى حاجه. ما بقيناش عرفنا واش نتبعوا ولا ما نتبعوش. بعد انا في حيره، واش نتبع ولا ما نتبعش؟ فوالا جيستمون. وداك الشيء مقلق. كتشوفي بان الحضوري هو الوسيله اللي غيستافدوا الوليدات غادي يقراوا الموسم الدراسي ما بعدش؟ اكيد اكيد اكيد، واخا مشكوك فيه، مشكوك فيه. زعما انا الحضور كنقول يقدر يدوم واحد 20 حتى 30%، شي زعما الا بقى الوباء غادي بهذا الشكل هذا، الدراري غيدخلوا واحد الشهر ولا شهرين ويعاود يقول لهم جلسوا. على ما كيبان لي انا اختارت ولادي الحضوري. عندي جوج، ايوا لاقاش غنسميتو كما عن بعد ما يقرا والو. بالنسبه لي انا متفق، ما كنكذبش الكذب الكذاب، هذا هو الراي ديالي الاخر انايا. جربتي معاهم من قبل؟ جربت قبل الشهور اللي كان سميتو، ما كاين والو، اللي هملوا القرايه كما يقولوا هملوا القرايه ديالهم. وما خايفش عليهم على الكوفيد؟ الكوفيد خصني كما يقولوا الدوله خصها تحمي، دير اللي كي سميتو كما يقولوا وسائل الوقايه كامل في المدرسه، والبقيه كيكمل على كامل على الوالدين تاهما. المهم كاين تخوف؟ التخوف راه ضروري يكون، ولكن ما بدنا والو. اختاري شي حضور يصير. يعني هذا القرار الشيخ خديتيه بوحدك ولا مع مولاي الدار؟ يعني ايوا ضروري كان مقتنع مع مولاي الدار ضروري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.